نحن الان بصدد تقديم واحد الحدث عزيز على كل المغاربه اللي هو المسيره الخضراء على الاستقلال. وبالمناسبه فهذا الحفل هو عمل كبير ديال الاستاذ عبد المجيد فنيش اللي قام بالتاليف والاخراج ديال هذا العمل، وكذلك بشراكه مع جمعيه ابي القرق. سعيد حيان، المدير الاقليمي لوزاره التربيه الوطنيه والتعليم الاولي والرياضه بسلا. كتجي تنظيم هذه الملحمه الوطنيه في اطار الاحتفالات ديال الشعب المغربي واحتفالات التلميذات والتلاميذ والاطر التربويه وهيئه التدريس لسلا بمناسبتين عزيزتين، مناسبه المسيره الخضراء ومناسبه عيد الاستقلال. وهي ايضا فرصه لغرس مجموعه من القيم المتعلقه بالمواطنه لجيل لم يعيش هذه المناسبتين، وتذكير ايضا بتضحياتنا ملوكا وشعبا منذ الراحل المغفور لمحمد الخامس وصولا لصاحب الجلاله والتنميه والمسيره التنمويه الجديده، مرورا بالمغفور له الحسن الثاني حفظه الله مبدع المسيره الخضراء. في الشطر الثاني هي ايضا تنزيل لاحكام القانون الاطار 51/17 وخاصه المشروع العاشر الذي يروم الى الارتقاء بالحياه المدرسيه، ومن ايضا المشروع 17 ديال التعبئه حول المدرسه، لان كنشوفوا في هذا الحفل مجموعه من المكونات بما فيهم المجتمع المدني. وبهذه المناسبه كنبغي نشكر جمعيه ابي رقراق الحاج نور الدين شماعو ايضا على الدعم والمسانده ماشي غير في هذه المناسبه وفي مناسبات اخرى، وشكرا لكم جميعا على التغطيه الاعلاميه.